بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وبعد. أعزائي طلبة العلم، طلبة مساق دراسات فلسطينية في جامعة الإسراء، أحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في محاضرتنا الأولى ولقائنا الأول في مساق الدراسات الفلسطينية، والذي يعتبر بمثابة متطلب جامعي لكافة طلبة الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم. كان من المهم كأبناء للشعب فلسطين وكأبناء للأمة العربية والإسلامية أن ندرس هذا المساق وأن نتعرف على القضية الفلسطينية عن قرب، ونتعرف على فلسطين عن قرب، لأن القضية الفلسطينية تعتبر هي القضية المركزية، ومكانتها مركزية أيضا في الصراع ما بين الأمة العربية والإسلامية من جهة، وما بين المشروع الصهيوني والكيان الصهيوني من جهة أخرى. طبعا زي ما أنتم بتعرفوا يا جماعة الخير أن فلسطين هي أرض يدور حولها الصراع منذ منتصف القرن الماضي، وأخذ هذا الصراع أبعادا متعددة، منها المقاومة السلمية والمقاومة العسكرية، وكذلك المقاومة في التأسيس والمقاومة في إثبات الرواية الفلسطينية والرواية الدينية والتاريخية للأحقية الفلسطينية على أرض فلسطين. لذلك يعني كنا نرى أن الصهيونية أو الصهيونيين واليهود يحاولون يعني بأقصى ما أوتوا من قوة من أجل إثبات حقهم التاريخي في أرض فلسطين، ولا يخفى عليكم حجم الحفريات التي يحاولون من خلالها إثبات حقهم التاريخي في أرض فلسطين وفي بيت المقدس، ولكن أن لهم ذلك، وإن شاء الله ستبقى فلسطين وبيت المقدس أرضا عربية إسلامية بامتياز، وإن شاء الله نسأل الله يعني في مطلع هذا الفصل أن يكون فصل خير وبركة ونصر وتحرير، ما نحققه إن شاء الله يعني لصالح قضيتنا الوطنية الفلسطينية. مساق الدراسات الفلسطينية لأهميته ولضرورة أن يدرس هذا المساق جميع طلبة الجامعة لكونها يعني قضية تمس واقعنا الفلسطيني بشكل أو بآخر، كذلك يعني لابد إنه أن يكون لدينا المعلومات الكافية التي يعني نتمسك بها ونبرزها للآخرين من أجل يعني إثبات الحق الفلسطيني، وكذلك الدفاع عنه في مواجهة العدوان الذي ينال هذه الأرض الفلسطينية. مساق الدراسات الفلسطينية طلاب الأعزاء يتكون طبعا من 12 فصل، سنتناولهم بجزء من التفصيل، وسنحاول يعني الاختصار إلى حد ما، بمعنى أننا سنركز على المعلومات المهمة وسنختصر في بعض التفصيلات، ولكن يعني حتى لا يكون هذا الاختصار يعني مخلا بالنصوص، ولا يكون هناك إطالة مملة في هذا المساق. سنتناول 12 فصلا دراسيا. سنبدأ اليوم بالفصل الأول، وهو الموقع والتاريخ لفلسطين، ثم بعد ذلك الفصل الثاني سنتحدث عن تاريخ فلسطين القديم حتى الفتح الإسلامي، بعد ذلك سنتحدث عن فلسطين في العهد الإسلامي، ثم الفصل الرابع مكانة فلسطين الإسلامية والحق الديني والتاريخي فيها، والفصل الخامس سنتحدث عن الصهيونية والخلفيات وجذورهم ومفهوم الصهيونية بشكل عام. في الفصل السادس سنتحدث أيضا عن المنظمة الصهيونية العالمية. في الفصل السابع سنتحدث عن مقاومة الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني حتى العام 1948، أي إلى حدود النكبة. في الفصل الثامن سنتحدث عن قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وإنشاء دولتهم. في الفصل التاسع سنتحدث عن الحروب العربية الإسرائيلية، يعني الحروب التي خاضها العرب ضد إسرائيل أو التي خاضتها إسرائيل ضد العرب. في الفصل العربية وسنركز على الفترة التاريخية ما بين 1974 وحتى العام يعني 2022.
بعد ذلك سنتطرق إلى الحديث حول في الفصل الحادي عشر حول حركات المقاومة الفلسطينية، وسنختم في الفصل الأخير الثاني عشر حول قضايانا الوطنية مثل القدس، الأسرى واللاجئين. سيكون معكم في هذا المساق المحاضر وليد محمود هاشم الأغا، طبعا المولود في غزة في 19/2/1979، وحاصل على بكالوريوس أداب التاريخ وبكالوريوس أيضا علوم سياسية وعلاقات دولية، ماجستير في التنمية المستدامة، وحاليا في مرحلة الدكتوراه في إدارة الأزمات من جامعة طرابلس في لبنان. وهي أرقام التواصل لمن أراد أن يعني يتواصل معكم يتواصل معي حتى يعني نسهل عليكم إن شاء الله بعض الأمور، وبإذن الله سنخدمكم بكل عيوننا، وإن شاء الله يعني يكون هذا الفصل فصلا مميزا لكم من حيث يعني الفهم ومن حيث الدرجات ومن حيث كل شيء إن شاء الله. إذا نبدأ الفصل الأول، وسنتحدث في هذا الفصل حول موقع وتاريخ فلسطين القديم. نتمنى يعني أنه إحنا في هذا الفصل أنه يكون كل طالب بعد هذا الفصل يعني يستطيع أن يحدد موقع فلسطين الجغرافي وأهم معالمها التضاريسية والمناخية. كذلك بدنا نربط ما بين الموقع الجغرافي لفلسطين والحضارة التي نشأت أيضا على أرضها، ثم يعني يتمكن الطالب من سرد المراحل التاريخية القديمة لتاريخ فلسطين حتى هجرة الكنعانيين، وأن ندرك دور الهجرة العربية الكنعانية في تشكيل الهوية الفلسطينية وشعب فلسطين، ثم سنتطرق لتوضيح سبب التسمية بهذا الاسم وبعض مظاهر ونذكر بعض مظاهر الحضارة الكنعانية في أرض فلسطين. إذن سنتحدث أي أولا عن مقدمة جغرافية فلسطين. لا شك أنه علاقة الجغرافيا بالتاريخ هي علاقة وطيدة أيها الأحبة أيها الطلاب الأعزاء. التاريخ البشري بشكل عام أعزائي الطلبة يتأثر بالجغرافيا والعوامل الجغرافية لا محالة. العوامل الجغرافية هي التي تؤدي إما إنه الدول يعني ترتقي إلى مدارج العظمة والارتقاء والرقي وإلى غير ذلك، أو أن هذه العوامل الجغرافية هي التي تؤدي إلى ضعف وانحسار بعض الحضارات وبعض الدول، طبعا فضلا عن تأثيرها في وضع يعني الأجناس البشرية التي تصنع التاريخ. المناخ والعوامل الجغرافية هي التي تحدد أماكن أيضا قيام الحضارات. يعني على سبيل المثال إحنا لما بنحكي عن أي حضارة قامت في التاريخ البشري أو على مدار التاريخ البشري، نجد إنه يعني الحضارة التي طبعا نشأت مثلا أو كانت تنشأ على مصبات الأنهار. ليش؟ لأنه عندي مصادر مياه، مصادر المياه تؤدي طبعا إلى انتشار مثلا أو وجود المراعي والرعي وإلى غير ذلك، فبالتالي يعني تبدأ من هنا الحضارة. وزي ما احنا شفنا مثلا الحضارة الفرعونية في مصر أو حضارة بلاد الرافدين في العراق، دائما كانت العوامل الجغرافية يعني لها علاقة بشكل كبير جدا في دراسة التاريخ. أيضا لما احنا كنا بنشوف بعض الحضارات كانت تنشأ في بعض الأماكن المحصنة، تجد أنه بعض الأماكن المحصنة التي يعني منطقة جغرافية محاطة بالجبال وإلى غير ذلك، كانت هذه طبعا مناطق كانت يعني أو تؤثر العوامل الجغرافية مثل الجبال مثل الوديان. كذلك الموقع الجغرافي، يعني احنا بنحكي عن فلسطين وموقعها التاريخي المطل على البحر المتوسط وحلقة الوصل ما بين آسيا وإفريقيا، وأيضا لها يعني منفذ على البحر الأحمر في خليج العقبة. كذلك هذه يعني العوامل الجغرافية كاملة تؤثر في صناعة الحضارة وفي نمو الحضارة. لذلك يا جماعة الخير نؤكد أنه يعني دراسة الجغرافيا مهم جدا، ويؤثر أيضا في صياغة الأحداث التاريخية. فكما رأينا أن فلسطين يعني وموقعها الجغرافي المميز هو الذي جعل يعني أطماع الآخرين في أرض فلسطين، وجعلها محط أنظار كل المستعمرين على مدار التاريخ. لذلك يعني حتى الموقع الجغرافي المميز مش دائما بكون يعني نعمة على أصحابه، لربما يكون الموقع الجغرافي نقمة على أصحابه، لأنه
يكون الموقع الجغرافي المميز هو مطمع ومحط أطماع كل الدول الاستعمارية التي ممكن أن يعني تنشأ خلال فترة أو في فترة زمنية معينة على اختلاف هذه المراحل التاريخية. لذلك أحبابي يعني دراسة بعض الظواهر التاريخية يعني مهم جدا، لأنه سنجد أنها تتأثر بشكل كبير جدا على تتأثر بالجغرافيا بشكل عام. لذلك كانت دراسة الجغرافيا جغرافيا المكان مقدمة ضرورية لدراسة وفهم يعني تاريخ الزمان، نظرا نقول زي ما حكينا لأهمية الجغرافيا في توجيه مسار تاريخ الأمم وحضارات الشعوب وتطور أيضا المجتمعات. وفي إطار هذا الفهم العام اللي احنا ذكرناه، الآن سنلقي نظرة مختصرة على جغرافية فلسطين. أمامنا الآن خريطة فلسطين التاريخية. طبعا فلسطين بحدودها التاريخية المعروفة في زمن الانتداب البريطاني أو زمن الاحتلال البريطاني، يعني من الشرق زي ما احنا شايفين من الشرق نهر الأردن، ودولة الأردن تحدها من أقصى الشمال تقريبا إلى أقصى الجنوب، هي أكبر حدود موجودة مع فلسطين الأردن من الناحية الشرقية. أيضا من إذن يحدها من الناحية الشرقية نهر الأردن، من الناحية الغربية يحدها أيضا البحر المتوسط. من الشمال لو وجدنا أنه في هناك لبنان، طبعا سوريا تعتبر أيضا من الحدود الشرقية، يعني في أقصى الشمال الشرقي لدولة فلسطين. إذن بنأكد أن فلسطين بحدودها التاريخية المعروفة من زمن الاحتلال هي فلسطين من نهر الأردن شرقا زي ما أنتم شايفين حتى البحر المتوسط غربا، ومن رأس الناقورة في الشمال زي ما أنتم شايفين عند لبنان، وحتى خليج العقبة جنوبا. طبعا هي وحدة إقليمية واحدة لا تتجزأ، طبعا يطلق عليها اسم فلسطين التاريخية، وهو نفس الاسم يطلق عليها له فلسطين الانتدابية، أي المعروفة منذ زمن الانتداب. طبعا هذه الأرض هي أرض إسلامية وتعتبر بجزء بشكل أكيد، هي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير وجزء من العالم الإسلامي الكبير، وكانت جزءا من دولة الخلافة الإسلامية سابقا. طبعا تقع فلسطين في الجزء الجنوب الغربي من بلاد الشام، طبعا بلاد الشام اللي بتضم إضافة لفلسطين اللي هي سوريا ولبنان والأردن. يعني احنا شايفين في الصورة في الخريطة لو نظرنا إلى أعلى الصورة وجدنا لبنان هي جزء من بلاد الشام، سوريا جزء من بلاد الشام، والأردن هي جزء أيضا من بلاد الشام. طبعا وهناك أجزاء من العريش تكون يعني على بعض الروايات التاريخية أنها جزء من بلاد الشام، ولكن فلسطين تقع زي ما ذكرنا قبل قليل أنها في الجزء الجنوبي الغربي من بلاد الشام اللي بتضم زي ما حكينا بالإضافة لفلسطين هي سوريا ولبنان والأردن. طبعا تعتبر أيضا فلسطين هي صلة الوصل ما بين قارتي آسيا وإفريقيا، وأيضا تتوسط العالم العربي والعالم الإسلامي. يعني لو إحنا هيك أجبنا خريطة العالم العربي والإسلامي لوجدنا أن فلسطين تقع في القلب، وعلى يمينها تمتد الدول العربية، وعلى يسارها ففلسطين تقع موقع القلب منها. كذلك زي ما حكينا هي حلقة الوصل، لو إحنا شفنا في أسفل الخريطة عند غزة ورفح عند تحد أو وجود الدولة المصرية، ونحن نعرف أن مصر هي جزء من قارة إفريقيا، فإذا فلسطين تعتبر بوابة لهذه القارة اللي هي قارة إفريقيا، وكذلك بوابة من هذه المنطقة لقارة آسيا، فهي على الحدود ما بين قارتي آسيا وإفريقيا. زي ما حكينا تعتبر قلب العالم العربي والإسلامي، وموقع الفلكي ما بين خطي طول اللي هو 34.15 درجة و 35.40 درجة شرق خط غرينتش، وبين دائرتي عرض 29.30 درجة و 33.15 شمال خط الاستواء. طبعا احنا لما بنحكي
شمال خط الاستواء. إذا إحنا بنحكي طبعاً عن أجواء فلسطين المعتدلة، إحنا بنعرف أنه يعني بلاد الشام بشكل عام وفلسطين تحديداً يعني تعتبر من الدول التي تنعم بأجواء مناخية رائعة جداً، ففصل الشتاء يتميز بالدفء نوعاً ما، وكذلك الأمطار التي تتساقط على أرض فلسطين. نجد أن فلسطين تتميز بتنوع المناخات في داخلها، فنجد السهول الساحلية وإطلالاتها على البحر، نجد الجبال، نجد جزء اللي هي الصحراء النقب، جزء من الصحاري، نجد غور الأردن. يعني هذا التنوع الكبير الذي يعني تتمتع به هذه المساحة الصغيرة إذا ما قارناها بمساحات بعض الدول العربية الكبيرة، لكن هذا يعني هذا التنوع وهذا المناخ المعتدل الذي يميزها عن كثير من الدول جعلها كما ذكرنا هي محط انتباه و يعني محط أطماع أيضا المستعمرين على مدار التاريخ. طبعا مساحة فلسطين التاريخية هي 27,027 كيلو متر مربع، بيحدها من الغرب. نبدأ واحدة واحدة من الغرب. إذا من الغرب عندنا البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طول البحر الأبيض أو طول حدودها مع البحر الأبيض المتوسط 224 كيلومتر. طبعا مش كيلومتر مربع، كيلومتر المربع للمساحة، ولكن كيلومتر فقط للطول. تمام. عندي طول الحدود ما بين فلسطين ومصر، ما بين فلسطين وصحراء سيناء، يبلغ 240 كيلومتر. تمام. إذن هي هذه الحدود تقريبا الغربية من الحدود مع البحر المتوسط، حكينا 224 كيلومتر، مع صحراء سيناء 240 كيلومتر. نيجي من الشرق، عندي من الشرق المساحة مع أو الحدود مع سوريا يبلغ 70 كيلومتر طوليا. تمام. وكذلك طول الحدود بيننا بين فلسطين والأردن 360 كيلومتر. طبعا لما احنا بنحكي من عند زي ما احنا شايفين قبل بحيرة طبرية بقليل وحتى خليج العقبة، كل هذه المساحة مع الأردن طولها 360 كيلومتر. طبعا من الشمال اللي هي عندنا لبنان، وتبلغ طول الحدود بين فلسطين ولبنان 79 كيلومتر. طبعا من الجنوب خليج العقبة، احنا شايفين خليج العقبة اللي هي خلينا نقول هو فعلا خليج يطل على البحر الأحمر. تمام. وطول هذا الخليج حدود فلسطين معه تبلغ 10 كيلو ونص تقريبا كيلومتر، 10.5 كيلومتر. طبعا أقصى طول لفلسطين من الشمال إلى الجنوب 430 كيلومتر. تمام. يعني لو احنا زي ما حكينا من عند الناقورة لكيلومتر. طبعا بتراوح عرض فلسطين، يتراوح عرضها ما بين 50 كيلومتر في أضيق نقطة. تمام. واللي هي موجودة أضيق نقطة موجودة في شمال فلسطين، وكذلك اللي هو 117 كيلو في أعرض نقطة. هذه أعرض نقطة زي ما أنتم شايفينها ما بين البحر الميت وغزة، هذه أعرض نقطة من فلسطين. أضيق نقطة اللي هي في شمال فلسطين تقريبا من عند عكا لسوريا، هذه المسافة. طبعا هذه المسافة زي ما حكينا حوالي طبعا 50 كيلومتر، أعرض نقطة من غزة حتى البحر الميت وتبلغ 117 كيلومتر. طبعا بنأكد على ضرورة أنه إحنا نفهم هذه الجغرافيا لفلسطين حتى نستطيع أن نفهم التاريخ فيما بعد والأحداث التاريخية التي ستمر على أرض فلسطين. الآن إحنا حكينا عن الحدود قبل قليل، الآن بدنا نيجي نفصل في التضاريس الداخلية لأرض فلسطين. طبعا ترقسم فلسطين إلى ثلاث قطاعات طولية، في عندي ثلاث قطاعات طولية تشكل اللي هي
خارطة فلسطين. القطاع الأول وهو السهل الساحلي، السهل الساحلي اللي هو بيمتد على طول الحدود مع البحر الأبيض المتوسط. السهل الساحلي يبدأ عرضه ب 200 متر عند حيفا، شايفين حيفا فوق، بيبدأ عرض هذا السهل 200 متر وينتهي غزة، وينتهي عند غزة بعرض أيضا 30 كيلومتر. لما إحنا بنحكي عن السهل، طبعا هو منطقة سهلية، يعني حينما أو تنتهي هذه المساحة السهلية إذا اصطدمت بالجبال، زي ما إحنا شايفين في عند جبال الجليل، وفي عند اللي هو الجبال في أقصى الشمال سنتحدث عنها لاحقا كذلك. لكن إحنا لما نجي بنحكي عن غزة، غزة تجد إنه هي كلها منطقة سهلية. نسأل الله أن يحفظ فلسطين وغزة وكل مناطقنا الفلسطينية. إذن السهل الساحلي بيبدأ عرضه عند حيفا ب 200 متر وبينتهي عند غزة بعرض 30 كيلومتر، أي أنه ضيق في الشمال ويتسع كلما اتجهنا جنوبا، تمام. وهذا محط سؤال ممكن أنه نجيبه في الصح والغلط أو في الاختيار من متعدد. كذلك بدك تفهم أنه ممكن نعكس المعلومة أنه كلما اتجهنا جنوبا كلما اتجهنا جنوبا يتسع وكلما اتجهنا شمالا يضيق، اللي هو السهل الساحلي. طبعا يتركز فيه معظم السكان والأنشطة الاقتصادية في فلسطين التاريخية، يعني منذ أن نشأت فلسطين وحتى يومنا هذا هذه المنطقة السهلية. طبعا من الطبيعي أن تشهد حركة نشطة في الاقتصاد والزراعة والصيد، ليش؟ لأنه هي منطقة سهلية، إذن هي منطقة خصبة للزراعة، تطل على الحدود فهي منطقة التقاء حضارات، وممكن أن تكون منطقة أسواق تجارية مفتوحة فتنشط فيها التجارة كذلك، يعني خصوبة التربة، غزارة الأمطار، كلها ممكن أن تؤدي إلى نوع من النشاط الاقتصادي، نوع من النشاط كذلك الزراعي. طبعا طالما أنه في عندي نشاط زراعي، نشاط اقتصادي، إذن في استقرار، بالتأكيد سيكون هناك انطلاقة لحضارات سياسية ناشئة على في هذه المنطقة. لذلك نجد أنه هذه المنطقة، يعني منطقة السهل الساحلي، يعني كانت نشطة دائما في الأسواق، نشطة دائما في التجارة، في الصناعة. طبعا لما إحنا بنحكي عن هذه المنطقة بوجودها في هذا المكان، طبعا كذلك هي محط استقبال أيضا المهاجرين من جميع أنحاء العالم، وزي ما إحنا رح نحكي عن اللي هو هجرة قبائل الباليستا اللي إجاؤوا على أرض فلسطين. إذن حكينا إذن تضاريس فلسطين، عندي ثلاث قطاعات طولية. القطاع الأول اللي هو بنسميه السهل الساحلي، اللي يعني يمتد من حيفا وحتى غزة. عندي المرتفعات الجبلية الوسطى، المرتفعات الجبلية الوسطى طبعا هذه يعني تشكل معظم مساحة فلسطين وتنقسم إلى قسمين، بدنا نركز في هذه المعلومة. المرتفعات الجبلية الوسطى تشكل معظم مساحة فلسطين وتنقسم إلى قسمين، القسم الشمالي اللي بتشمل جبال الجليل، نابلس والقدس وحتى الخليل، تمام. هذه اللي هي اللي انتم شايفينها، جبال الجليل، نرجع نأكد عليها، نابلس، القدس والخليل. طبعا الجزء الجنوبي منها بتشمل اللي هي هضبة ومرتفعات النقب، وايضا تضم مراكز عمرانية رئيسية وتربة صالحة للزراعة، تمام. يعني احنا شايفين انه في يعني عند جبال الجليل في اعلى في اقصى الشمال، كذلك اللي هو بتمتد هذه الجبال من بعدها نابلس، رام الله، القدس والخليل. طبعا هذه سلسلة الجبال او هذه المرتفعات الجبلية الوسطى يعني تشكل حالة من ايضا الثروة الزراعية وخصوبة الأرض، أيضا سقوط الأمطار عليها، أيضا مخزون مياه رائع جدا في هذه المناطق، مما يؤهلها أن تكون أيضا مركز لإشعاع حضاري لاحق. وكما رأينا بعد ذلك اللي هو أن تكون القدس هي مكان جذب واهتمام أيضا كل الحضارات السابقة.
إذن المرتفعات الجبلية الوسطى هي بتشكل معظم مساحة فلسطين، تنقسم إلى قسمين شمالي وجنوبي، الشمالي الجليل نابلس القدس الخليل، الجنوبي هضبة ومرتفعات النقب، وأيضا زي ما حكينا هذه كلها تضم اللي هي مراكز عمرانية رئيسية وأيضا فيها تربة صالحة للزراعة. نيجي للقطاع الطولي الأخير أو الثالث، وهي منطقة منخفضة جدا جدا اللي هي تبدأ من جبال الشيخ في الشمال تنتهي في خليج العقبة في الجنوب بطول 410 كيلومتر، وبتشمل طبعا وادي الأردن حوض البحر الميت اللي احنا بنسميها منطقة الأغوار اللي هي ايش الأغوار طبعا، ونسبت لقربها من الأردن أنها الغور الأردن، ولكن هي أغوار فلسطينية طبعا. يعني لربما احنا زي ما حكينا هذه المساحة الضيقة أو هذه الشريحة الجغرافية الضيقة رغم مساحتها الصغيرة إلا أنها يعني تحتوي على هذا التنوع، زي ما حكينا عندي سهل، عندي مرتفعات جبلية، عندي أغوار، عندي صحراء. من الصعب جدا أن تجد دولة على مستوى العالم بهذا الحجم من يعني بهذا الحجم الصغير وهذا التنوع الكبير. حجم صغير نعم، ولكن هذا التنوع الكبير في المناخات وكذلك التضاريس، فشيء جميل جدا، وهذا اللي أعطى ميزة لفلسطين. طبعا احنا بنعرف انه الغور هي اكثر المناطق انخفاضا طبعا، وتنخفض عن سطح البحر بحوالي 800 متر تحت سطح البحر. تمام، طبعا زي ما حكينا انه هذه المناطق فيها اللي هي أريحة، اللي تعتبر أريحة، هي من اقدم المدن التاريخية. طبعا مناخ فلسطين، مناخ فلسطين هو مناخ البحر الأبيض المتوسط. لما احنا بنحكي مناخ البحر الأبيض المتوسط بدنا نحفظ عبارة مهمة: حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. هذا هو، يعني لما اقول لك والله ما هو مناخ فلسطين بدك تحفظ العبارة التالية: هو مناخ حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. طبعا لما احنا بنحكي عن هذا اذا هو مناخ البحر الأبيض المتوسط. طبعا تتنوع أو يتغير معدلات سقوط الأمطار السنوية على أرض فلسطين ما بين طبعا 600 إلى 800 مليمتر. طبعا تقل يعني حجم الأمطار إلى حد ما كلما اتجهنا جنوبا إلى حيث مناخ اللي هو الصحراوي إلى مناخ النقب الصحراوي، وكذلك اللي هو شرقا حيث السفوح الشرقية. طبعا احنا بنعرف انه الجبال تتساقط عليها الثلوج زي ما احنا بنعرف ونرى، لكن نحن او سكان اللي هي المناطق الساحلية لا يتساقط عليها الثلوج، وفي عنا اللي هو جبل الشيخ الذي دائما يكتسي بحلته البيضاء المكونة من الثلوج المتساقطة عليه، ويكون أيضا محط جذب أنظار السائحين من جميع أنحاء العالم. طبعا سمي طبعا جبل الشيخ لأنه تساقط الأمطار عليه بيعطيك مثل الشيخ اللي لحيته كثيفة بيضاء، فلذلك سمي بجبل الشيخ. إذن هذا التنوع زي ما حكينا بعزز مكانة فلسطين، لأنه زي ما حكينا قبل قليل إنه للجغرافيا يعني دور كبير في صناعة تاريخ المدن. أهمية موقع فلسطين الجغرافي، طبعا احنا بنعرف إنه الموقع الجغرافي المتوسط لفلسطين ما بين العالم القديم أو في العالم القديم عفوا جعلها أيضا ممر لحركات التجارة. يعني لما احنا بنحكي عن حركات التجارة البحرية التي كانت يعني بعض القبائل التي اعتادت أن تركب البحر وتخوض يعني الهجرات من خلال السفن، تجد أنها تصطدم مباشرة بفلسطين أمامها، كونها يعني احنا حكينا قبل قليل أنه عندي ساحل ممتد من أقصى الشمال تقريبا ولغاية الجنوب. يعني هذا المكان أو هذا الساحل الطويل
الذي يعني تتمتع به فلسطين، جعلها أيضا يعني محط يعني قدوم ورسو المراكب والسفن المهاجرة أو حتى السفن الحربية للقادمين للغزو من جهة البحر، وكذلك أيضا للحملات الاقتصادية والتجار وإلى غير ذلك. فإذا إحنا أول شغلة حكينا عنها إنه فلسطين تعتبر يعني ممر لحركات التجارة سواء عبر البحر أو حتى عبر البر. يعني أنت اليوم إحنا لو حطينا يعني كبرنا الخريطة شوي وجدنا خريطة أفريقيا، المنفذ البري الوحيد لقارة أفريقيا مع غيرها من الدول مع غيرها من القارات هو منفذ بري وحيد مع آسيا. هذا المنفذ الذي يوجد على بوابته دولة فلسطين، تمام؟ فلذلك يعني هذا الموقع زي ما حكينا الجغرافي جعلها محط أنظار ومحط أطماع. إذن أصبحت مطمع للغزاة، نعم أصبحت مطمع للغزاة. هي طبعا منطقة كانت يعني منطقة عازلة لحماية الحدود أيضا، لأنه إحنا بنعرف أنه يعني الغزوات التي تأتي من خلال أفريقيا أو من خلال اللي هي الحدود البرية كانت فلسطين يعني موجودة على هذا الحد. إذن هي ممر للتجارة زي ما حكينا، التجارة البرية والبحرية. طبعا هو تعتبر يعني ممر آمن بشكل كبير جدا، فيش مخاطر من حيث انه والله الجبال العالية والشاهقة وممكن ان تحصل بعض الانزلاقات او بعض المخاطر على اصحاب القوافل التجارية، لا في عنا يعني كانت يعني حدود تعتبر آمنة بشكل كبير جدا. كذلك فيها تنوع عرقي للسكان. طب ايش سبب التنوع العرقي؟ هو انه كانت كما هي محط أنظار للغزاة أطأس أيضا محط أنظار للتجار والمهاجرين، كما ذكرنا قبل قليل كما حدث مع مثلا قبائل البلستية اللي جاءت إلى أرض فلسطين واستقرت فيها، القادمين من العراق أو من شرق الأردن أو كذا إلى حدود البحر المتوسط للتمتع بالمناخ الجميل لأرض فلسطين، وخاصة في يعني مراحل يعني الشتاء البارد التي تعاني منه بعض المناطق الجبلية، كذلك المناطق الصحراوية وانعدام المياه تجدها أنها تأتي إلى أرض فلسطين فتستوطن هناك. فبالتالي وجدنا أنه في عندي تنوع بشكل كبير ما في هذه الأرض المباركة. أيضا الموقع الفلكي لفلسطين يعني اللي حكينا عنه قبل قليل قسم فلسطين لنوعين من المناخات. مناخ اللي هو البحر الأبيض المتوسط اللي هو طبعا شمال خط 31 درجة، والمناخ الصحراوي اللي احنا موجود اللي هو في جنوب فلسطين. طبعا أوجد إلى حد ما تنوع أو تفاوت في المناخ المحلي وتنوع في الأقاليم المناخية أيضا، هذا اللي أعطاها برضو تنوع في التربة والنبات الطبيعي وكذلك الحيوانات البرية. فالحيوانات التي تعيش مثلا في الجبال غيرها التي تعيش في صحراء النقب غير الحيوانات التي تعيش في السهول، كذلك تنوع اللي هو المحاصيل الزراعية. يعني تجد أنه هناك بعض محاصيل زراعية يعني تنبت وتنجح في إن تم زراعتها مثلا على في ساحل فلسطين، ولكن هناك أيضا محاصيل زراعية لا تنبت ولن تستطيع أن تنبت إلا في الأغوار. فلذلك إحنا هذا التنوع يعني بيعطيني تنوع طبيعي، تنوع في الحيوانات، تنوع في المزروعات، تنوع أيضا في اللي هو أنماط حياة السكان وأنشطتهم الاقتصادية. يا جماعة الخير يعني إحنا لما بنحكي هذا التنوع بيخلي نوع من الثبات على أرض فلسطين. يعني مثلا إحنا كنا بنسمع عن الحضارات القديمة تجدها مثلا إلها مصدر مثلا واحد في المناخات، مثلا تعتمد على مثلا مياه الأمطار. طب وإن جفت مياه الأمطار تجد إنه القبائل أو ترتحل وتغادر هذا المكان إلى مكان آخر وهكذا. لكن أرض فلسطين تجد إنه في عندي السهل، يعني أرض خصبة للزراعة،
لو ما بدي أزرع في عندي بحر بس بستطيع اللي هو صيد الأسماك وهكذا، يعني في تنوع، في حيوانات برية تعيش في عندك، فهذا شيء بيعطي نوع من الاستقرار وتنوع أيضا أنماط حياة السكان على أرض فلسطين، فهذا الشيء جميل جدا، وهذا زي ما حكينا جعلها محط أطماع الغزاة والمستعمرين. طبعا موقع فلسطين متوسط، وهذا أدى إنه مناخها معتدل وتربتها خصبة جدا، فهي زي ما حكينا يعني مركز للحضارات الأولى في فلسطين. ظهرت أول مدينة في العالم، مدينة أريحة، وهي تعتبر من أولى مدن العالم طبعا قبل 10,000 سنة، وهذا بيدلل إنه الإنسان استطاع أن يستقر على أرض فلسطين للأسباب التي ذكرناها سابقا. الاستقرار بده استقرار اقتصادي، استقرار معيشي، تنوع زي ما حكينا، هذا تنوع المناخات أعطى لفلسطين يعني أهمية الحالة أو أعطاها أحقية في الاستقرار، لذلك رأينا أن أولى المدن العالمية تؤسس في أريحة طبعا. والإنسان الفلسطيني الذي استقر على أرض فلسطين أول ما أو من بداية من بداية من عرف الحضارة، كذلك أول من عرف الصيد في من البحار والتقاط الطعام، يعني هذا الشيء وهذا التنوع وهذا الاستقرار جعل فلسطين يعني محط أنظار مهمة جدا لجميع العالم، وجعلها أيضا يعني مكانا لإقامة التجمعات العمرانية في على مستوى المنطقة بشكل عام وعلى مستوى العالم أو على مستوى المنطقة بشكل خاص وعلى مستوى العالم بشكل عام. طبعا زي ما حكينا، وبالرغم من أنه تتوسط موقع أو موقع فلسطين يعتبر متوسط ومعتدل في كل شيء، معتدل في المناخ، معتدل في المكان الجغرافي، معتدل من حيث التضاريس، معتدل يعني قريبة من كل شيء، من البحار، من الأنهار، من المصب، تمام. هذا الموقع المتوسط يعني يعطي فلسطين قوة استراتيجية في السلم والحرب، يعني موضعها وإن كان يشكل نقطة ضعف بسبب انه ضعف يعني صغر حجمها اللي هو 27,027 كيلومتر مربع وضيق عرضها، ولكنها ايضا جعلها موقع استراتيجي يمكنها من او يمكن من خلال سكانها الدفاع عنها بشكل سهل. طبعا احنا بنحكي عن الحضارات القديمة، وحتى في الحضارات الحديثة يعني تستطيع انه تشكل فلسطين يعني قوة حقيقية، ولذلك يعني كانت أطماع الصهيونية الاستيلاء على أرض فلسطين، فمن يعني يستولي أو يعني يحصل على هذه الأرض، فبالتالي من التأكيد أنه سيكون له دور في حكم أكبر مساحات معينة من المنطقة وكذلك أكبر مساحة من العالم. طبعا تاريخ فلسطين القديم وأصل التسمية، طبعا بدأت العصور الحجرية منذ أن بدأ الإنسان الأول، لما حكينا طبعا ليش سموها بالعصور الحجرية، لأنه بدأ الإنسان الأول يصنع أدواته من الحجارة، تمام. وهذه طبعا لما نحن حكينا عن العصور الحجرية، بدأ الإنسان يصنع أدواته من الحجارة قبل حوالي 1,000,000 سنة أو 1,500,000 من السنة في السابق. طبعا العصور الحجرية بتبدأ يعني حسب المؤرخين تبدأ بحالة وتنتهي بحالة، بدأت انه الانسان يصنع ادواته من الحجارة. طب متى تنتهي؟ بمعرفة الانسان الكتابة او ببداية اللي هو عصر الكتابة. هذه العصور الحجرية طبعا المؤرخين لهم يعني ادواتهم في معرفة هذه العصور من خلال بعض النقوش التاريخية، بيقدروا يحددوا انه هذا المكان او هذه الادوات منذ العصر الحجري او العصر البرونزي او العصر وهكذا، تمام. ولكن لما نصنف التاريخ زي ما حكينا، العصور الحجرية تبدأ بصناعة الانسان لادواته من الحجارة وتنتهي بمعرفته للكتابة. طبعا زي ما حكينا تنتهي بمعرفة الكتابة أي في 1400 قبل الميلاد، يعني في 4,000 سنة قبل الميلاد طبعا. وبدأت هذه العصور
فيها بدأت مرحلة الصيد وجمع الطعام والتنقل، عندما كان الإنسان طبعا مهتما بصيد الحيوانات البرية ويجمع الطعام الطبيعي من يعني المزروعات وما يعني يقع أمام ناظريه من أشياء ممكن أن يتناولها. طبعا وخلال هذه المرحلة كان الإنسان أيضا بتمكن من مكان أو يتنقل من مكان لآخر عشان يحمي نفسه ويحمي عائلته، فبالتالي وجدنا أن الإنسان كان يسكن الكهوف لحمايته من البرد من الحيوانات المفترسة وغير ذلك. بعد ذلك انتقل الإنسان من مرحلة الصيد والجمع والتنقل إلى المرحلة الانتقالية وهي جمع القوت، اللي هي حكينا عنها، اللي هي المرحلة الأولية جمع القوت، انتقل إلى إنتاج الطعام، وهذه المرحلة ما بين 19 ألف 18 ألف سنة قبل الميلاد. طبعا هذه المرحلة رافقها تغيير في المناخ، حيث انخفضت فيها كمية الأمطار وبالتالي انخفضت النباتات الطبيعية، وكذلك طبعا احنا بنحكي النباتات الطبيعية، طبعا بالتأكيد طالما انها انخفضت ستؤدي الى انخفاض الحيوانات البرية التي تتغذى على هذه النباتات، يعني الحيوانات تتغذى على النباتات، فاذا انخفضت مستوى النباتات بالتأكيد سيضر على مستوى وجود الحيوانات، فاضطر الانسان الى ان ينتج طعامه بنفسه، وقد عثر في فلسطين على ادوات صوانية تدل على تلك المرحلة الانتقالية كمثل المناجل والرماح، وأيضا وجد اللي هو علماء التأريخ سابقا في يعني كهف شقبة اللي هي منارة الكبارة في رام الله قرب وادي الناطوف، طبعا هذا بالقرب من القدس يعني إلى حد ما قريبة إلى رام الله من قرى رام الله. احنا بنعرف انه شقبة تعتبر احدى قرى رام الله، وجدوا في احد كهوفها الكثير من الادوات التي تشير ان الانسان بدأ يعد طعامه بنفسه. الان المرحلة الثالثة بعد ذلك قلنا اول شيء العصر الحجري مرحلة الصيد، بعد ذلك اللي هي مرحلة القرى الزراعية. مرحلة القرى الزراعية وهذه بتعطينا مؤشر انه في هناك بداية استقرار. لما أنا بقول زراعة يعني استقرار، لأنه الزراعة بدها حراثة وزراعة ومتابعة وري وقطف للثمار، إذن بحاجة إلى استقرار سكاني في هذه المنطقة. فلما بنقول مرحلة القرى الزراعية إذن هي مرحلة بداية الاستقرار ومرحلة الإنتاج الزراعي، اللي طبعا اللي تعرف بالعصر الحجري الحديث اللي بيمتد من 8000 إلى 4000 سنة قبل الميلاد. طبعا ومن خلال الدراسات التاريخية لأثار فلسطين أن الإنسان في هذه المرحلة عرف عنه في فلسطين أنه قد بنى بيوته من لبن الطين، وأيضا دجن الحيوانات، أي أخذها ليربيها في حدائق في يعني حظائر معينة، وكذلك عرف في هذه المرحلة ما صناعة الأدوات الفخارية، واكتشف أيضا الزراعة وصيد الأسماك. ويذكر العلماء والمؤرخين أن أول مدينة في التاريخ زي ما حكينا شيدت في فلسطين عام 8000 سنة قبل الميلاد هي مدينة أريحة، بنيت في هذه المرحلة اللي هي مرحلة القرى الزراعية. مرحلة العصور البرونزية بدأت في حوالي 3200 سنة قبل الميلاد وانتهت ب 1200 سنة قبل الميلاد. طبعا هان شهدت بدايتها لهجرة القبائل الكنعانية العربية، هي القبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية إلى أرض فلسطين كأول مجموعة بشرية معروفة استوطنت أرض فلسطين، وهي طبعا موجودة في الكتابات التاريخية أن الكنعانيين كقبائل متكاملة، مجموعات بشرية متكاملة. احنا حكينا انه فلسطين كانت هناك مجموعات تأتي لتستوطن ارض فلسطين من خلال الهجرات او البعثات او القوافل التجارية سواء البحرية او البرية او غيرها، ولكن اول مجموعة بشرية معروفة استوطنت ارض فلسطين ذكرها التاريخ هم الكنعانيين، وبنوا فيها حضارة معروفة حيث بنوا حوالي 200 مدينة وقرية في فلسطين. طبعا من ضمن المدن الكنعانية الموجودة وحتى هذه اللحظة بيسان التي سماها الصهاينة بيت شان، كذلك عسقلان، أشكلون، عكا، ويافا، وحيفا، والخليل، وإسدود، والقدس اللي هم معروفة بأورسالم أو يبوس،
وغيرها من المدن. يعني في عندي 200 حوالي 200 قرية ومدينة فلسطينية بناها الكنعانيون وأصلها كنعاني، وعرفت فلسطين منذ ذلك الحين باسم أرض كنعان كما ورد في التوراة والحفريات الفرعونية، وعرف طبعا وسموا أيضا الكنعانيين باسم العماليق أو الجبارين كما ورد في القرآن الكريم، إلا ما قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طبعا هؤلاء الجبارين أو هذه الشعوب اشتهرت ببناء المدن المحصنة واستعمال العجلات الحربية والصناعات الحديدية، كذلك ازدهرت في عصرهم التجارة والزراعة المنتجة وصناعة الفخار، ويعني كل هذه يعني كانت مميزات الحضارة الكنعانية، وعرفوا طبعا هؤلاء الكنعانيين بذلك، وأقاموا علاقات تجارية مع جيرانهم، وهذا يدلل على أن الكنعانيين العرب يعني كانوا يعني أول من بنى المدن الراقية التي فيها يعني معالم التجارة والحضارة إلى غير ذلك. طبعا في أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلاد اللي هو حوالي 1200 هاجر إلى فلسطين أيضا شعب بحري قادم من البحر، طبعا من جزر غرب آسيا الصغرى وجنوب اليونان، طبعا ويعتقد أنهم من مناطق بحر إيجا، يعني اللي هي منطقة اليونان وغيرها هو منطقة يعني أوروبا، وعرفوا أيضا باسم باليستا. تمام، طبعا هذا موجود في كما يعني ورد في النقوش المصرية، استوطنوا السهل الساحلي لفلسطين ما بين يافا وغزة. طبعا هذه الشعوب أو شعوب الباليستا التي جاءت مهاجرة عبر البحر نزلت في المنطقة ما بين يافا وغزة واندمجت مع الكنعانيين، ويعني لم يكن بينهم يعني أي صدامات، بالعكس اندمجوا مع الكنعانيين وشكلوا معا هم والكنعانيين شعبا واحدا، وعرفت فلسطين باسمهم بعد أن كانت تعرف بأرض كنعان. يعني كان السبب التسمية أنه كان بالبداية أرض كنعان بسبب الهجرات اللي هي مجموعات بشرية أولى هجرت من الجزيرة العربية إلى أرض فلسطين عرفت ب أرض كنعان، ثم بعد ذلك الهجرات البحرية اللي هم من شعوب الباليستا وعلى اسمهم عرفت بعد ذلك بفلسطين. طبعا زي ما حكينا أطلق المؤرخ الإغريقي هيرودوت اسم فلسطين الجنوبية، وذكرت في التوراة والنقوش المصرية أيضا بهذا الاسم. الآن سنتحدث عن مظاهر الحضارة الكنعانية في أرض فلسطين. لما نحن بنحكي عن الحضارة هي الإقامة في الحضر أي في المدينة والقرى، بخلاف البداوة اللي كان معروف عنها سابقا، أي أنه أنا في عندي يعني علامات تدلل أن هناك شعبا استقر وعاش فترة زمنية طويلة جدا، وهذا الاستقرار بدأ يعني بالدلائل المادية الموجودة بين يدي المؤرخين، يعني تدلل أن هناك حضارة حقيقية قامت في هذه الأرض. طبعا زي ما حكينا لما برجع بأكد، لما بتقول حضارة إذا معنى إقامة في الحضر، مش مجرد والله رحلة أو مجرد هجرة عابرة وانتهت، لا، احنا بنحكي عن حضارة لها أسس ولها ركائز ولها علامات تدلل على وجودها، بخلاف زي ما حكينا البداوة التي تتنقل حول مصادر المياه. فلذلك كان في هناك نشأة للزراعة، التطور في مجالات الحياة الأخرى. طبعا عبد الرحمن بن خلدون اعتبر أن البداوة والحضارة يعني من الأطوار الطبيعية لتطور المجتمعات البشرية، واعتبر أن الحضارة آخر هذه التطورات وغاية العمران، ومن أهم مقومات الحضارة الكنعانية على أرض فلسطين أول شغلة الاستقرار والنظام. طبعا زي ما حكينا كان من سمات أرض كنعان أنها تتسم بالخصوبة، أن أرض فلسطين كانت يعني من مميزاتها أنها أرض خصبة للزراعة، وهنا برع الكنعانيين في زراعتها والاستفادة من خيراتها، فكانت زراعة اللي هو كروم العنب والتين والزيتون والقمح، وكان طبعا هذه يعني من أهم مزروعاتهم، وانتقلوا من التقدم في مجال الصناعة، طبعا طالما أنه عندي سهل وعندي بحر فبالتالي برعوا أيضا في مجال صناعة اللي هو السفن وركوب البحر، وساهم الاستقرار أيضا في نشوء أنواع من الروابط الاجتماعية مثل العادات والتقاليد والأعراف
وكذلك الشرائع أو خلينا القوانين سواء المرتبطة بالدين وغيرها. وكان طبعا في عندنا شكل من أشكال إدارة الحكم لهذه المنطقة اللي ارتبط بشكل أساسي بمعتقدات الكنعانيين. إذن عندي مظاهر للحضارة، في عندي استقرار، في عندي محاولات ركوب البحر، في عندي كان نظام سياسي قائم، في عندي تشريعات قائمة، في عندي قوانين، عندي عادات، عندي تقاليد. إذن لابد أنه في عندي حضارة قائمة. النقطة الثانية اللي بتدلل على وجود أو من مقومات الحضارة اللي هي الدين، وكان الكنعانيين العرب أول من نطق باسم الله خالق السماوات والأرض، وكان طبعا اسم الإله اللي هو إيل أو لا إله إلا الله في العربية الفصحى. وكانت طبعا هذه الديانات الكنعانية تعتبر من أرقى ديانات الأمم السامية الوثنية، وكان أكبر آلهة الكنعانيين الإله إيل طبعا. وفي كانت طبعا لا زال في يعني حتى أن اليهود أخذوا هذا الاسم وأقاموا عليها مستوطنة قرب رام الله تعتبر بيت إيل أي بيت الرب. طبعا وكان من أشهر ملوك الكنعانيين اللي هو ملك صادق اللي هو الكاهن الأعلى الموحد طبعا، ويعتبر اللي هو ملك أورشليم أي ملك القدس، الذي بارك إبراهيم الخليل بسم الله العلي خالق السماوات والأرض. طبعا سنأتي للحديث عن هذا في أو البعض إذا قرأ ذلك أو درسه في مادة تاريخ القدس إلى غير ذلك. لكن إذا في عندي كان دين، والدين منتشر أيضا. أيضا اللغة والكتابة، اللغة الكنعانية هي لغة من اللغة العربية الأم طبعا اللي كانت مهدها اللي هي الجزيرة العربية. طبعا أخذت هذه يعني هذه اللغة الكنعانية من اللغة العربية اللي كانت مهدها اللي هي الجزيرة العربية، وبعد ذلك طبعا تغيرت أو تلونت بعوامل البيئة الجغرافية وتطورت مع ارتقاء حياة الإنسان وكذلك يعني اختلاطهم بالشعوب الأخرى، مما أدى يعني إلى ارتقاء الحياة واتساع خبراتهم طبعا، وتغيرت ونضجت ويعني استمرت الحضارة ويعني أدى إلى تطورها بشكل كبير. وكان الكنعانيين طبعا من أوائل الشعوب اللي استعملت الحروف الهجائية في الكتابة طبعا، ويعود طبعا تاريخها إلى ما يقارب حوالي 2000 سنة قبل الميلاد. أيضا طبعا انتقلت الكتابة إلى الفينيقيين، وهدول طبعا نقلوها إلى الإغريقيين واللاتينيين، لكن إنه بعض المؤرخين بيرى إنه الأبجدية الكنعانية هي أول من طور الكتابة، ومنها قد تطورت الكتابة الهيروغليفية اللي هي الكتابة المصرية أو الفرعونية. كذلك من مظاهر الحضارة أيضا الصناعة. طبعا ارتبطت الحضارة الكنعانية بصناعة البرونز زي ما حكينا احنا، كان قديما اللي حكينا في الحضارة السابقة اللي هي الحضارة أو خلينا نقول العصور الحجرية اللي كان يصنع الإنسان أدواته من الحجارة، ولكن في عهد الكنعانيين أيضا بدأ الإنسان يعني يصنع أدواته من البرونز أي من النحاس والقصدير. طبعا هدول يعني أدى أنه وفر لهم أدوات مميزة عن الأدوات الحجرية. بين قوسين في هذه المرحلة بتعتبر يعني أسلحة فتاكة حادة طبعا، استطاعوا من خلالها حفر الأرض، كذلك أضافوا لها بعد ذلك يعني أضافوا إليها الحديد، ازدهرت صناعة المعادن في بلاد كنعان، وهذا كان طبعا واضحا في وصف الغنائم اللي أخذها فرعون مصر تحتمس الثالث في العام 1504 لعام 1450 قبل الميلاد من المدن الكنعانية اللي كانت طبعا صنعت يعني أو عرفت بصناعة الخزف وصناعة الفخار وكذلك صناعة الأدوات من المعادن، سواء ما يتعلق بأدوات الزراعة أو الصناعة أو غيرها كذلك من الصناعات الأخرى اللي اشتهرت فيها كنعان، زي صناعة زي ما حكينا الخزف والفخار والمعادن والمنسوجات، وتميز صناعتهم طبعا بالقدرة التقنية العالية والمستوى الجمالي والفني الرفيع. أيضا من مظاهر الحضارة الكنعانية اللي هو كان نظام الحكم، وكان النظام الحكم عند الكنعانيين قائم على ما يسمى بتحالف الملوك. طبعا كل 7 ملوك بتحالفوا بزعامة أحدهم بيعملوا حلف عسكري وسياسي، فبالتالي يعني
هذا الحلف يعني يقيهم شر الاجتياحات والتهديدات الخارجية، وبيعملهم حلف قوي حتى انه يعني يصد هذه الهجمات التي تأتيهم من هنا وهناك. طبعا وكان طبعا هذا التحالف تابع طبعا للحكومة المركزية بترأسه اللي هو الملك الكبير. طبعا الشعب او مجمل الشعب طبعا كان يكون ولاءه وطاعته لهذا الملك طبعا، وهذا يعني يتولى كافة شؤونهم طبعا. وكان هذول طبعا بيعتبروا انه هذا الملك هو ابن للآلهة، ولكن لما خرج الملك الكبير عن طور او عن طوع الآلهة إيل، طبعا رفض الشعب القتال الى جانبه حسب طبعا نصوص اللي هو الكاهن او اوغاريت الاكبر حسب ما النصوص التاريخية التي ظهرت في تلك الفترة. اعزائي الطلبة، بتمنى يعني خلال هذا اللقاء وهذه المحاضرة أن نكون قد أوجزنا في الفصل الأول تاريخ أو موقع وتاريخ فلسطين القديم، وتحدثنا من خلاله عن علاقة الجغرافيا بالتاريخ، وكذلك موقع فلسطين وتضاريسها، وأن تضاريسها تنقسم إلى 3 قطاعات طولية: سهل ساحلي، ومرتفعات جبلية، وغور الأردن. وحكينا عن مناخ فلسطين المعتدل، وأهمية الموقع الجغرافي لأرض فلسطين، ثم تاريخ فلسطين القديم وأصل التسمية، وبعد ذلك مظاهر الحضارة الكنعانية، استقرار النظام والحكم أو استقرار النظام، الدين، اللغة والكتابة، الصناعة، نظام الحكم. وأتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذه المحاضرة، ونتمنى الخير لكم دائما وأبدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله مع الفصل الثاني من مادة الدراسات الفلسطينية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.